السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. هذا فيديو سريع بشرح لكم كيف تشتركوا بمواهب ببجي موبايل العربية حتى تتحصل على شدات بشكل شهري، تعمل مهمات بسيطة بيطلبوها وبتتحصل شهريا على شدات. راح أترك الروابط بالوصف، رابط التسجيل، وراح نشرح بالفيديو هذا كيف انك تسجل وكيف ترفع المهمات، تنسخ رابطها من اليوتيوب إذا أنت صانع محتوى حتى تنضم لهذا البرنامج. خلينا نتبع أول إشي، نبدأ بهاي الصفحة الرئيسية للتسجيل، حيكون رابطها بالوصف إن شاء الله. أول إشي بتعمله بتربط قناتك اليوتيوب من هون عن طريق هذا الأوبشن. بعديها بتدخل ID القناة. الآن ID القناة كيف بدك تتحصل عليه؟ سهل، هاي أنا، هاي قناتي، قط على أفاتارك، تمام. تروح على الإعدادات، ومن الإعدادات في اللي هو الأدفانسد، بالعربي بيكون إشي تاني ترجمة، معلش يعني مش جايب بال، إنه الإعدادات المتقدمة هون تضغط عليها، تمام. من الإعدادات، الإعدادات المتقدمة راح تيجي على Channel ID، ID القناة، هيو زي ما انتو شايفين واضح، تعمل له كوبي، بتدخله بالخانة الثانية ولا اسهل من هيك، وبتختار الريجن، مكان اقامتك، بلدك، تاريخ الميلاد، وبتسجل دخول، بيتم تسجيلك في برنامج ببجي موبايل او في مواهب ببجي موبايل العربية. طبعا هنا انا سجلت دخول بحساب اللي أنا مسجل فيه على الصفحة. من لوحة الإعدادات بتروح على مهام الفعاليات، بس قبل بدك تروح على معلومات الحساب، بدك تدخل ID تبع الحساب اللي بدك يوصله الشدات. هاي المعلومة أو هذه الخطوة مهمة كتير، زي ما انتو شايفين هنا، هاي معلومات الحساب. عند حساب اللعبة او الاي دي بالانجليزي، بيكون اللي بيستعمل اللغة الانجليزية، بدك تدخل الاي دي تبعك. ليش؟ لما تعمل المهمات رح يوصلك الشدات من خلال الاي دي. اذا ما بتدخل الاي دي ما بيوصلك شدات، فهذه الخطوة المهمة اللي لازم تعملوها، تمام. لما تدخل الاي دي هيك، تمام، فيك تروح على المهمات، على مهام الفعالية، وبتلاقي المهمات الموجودة. طبعا 3 مهمات بالشهر المينيمم، الحد الأدنى، تتحصل على شدات. لازم يعني بنزلوا مهمات كتير، هم أقل إشي بتعمل 3 مهمات. على سبيل المثال خلينا نفوت على مهمة مثلا، أنا هاي مو مسجل فيها. طبعا المهمة اللي بتسجل فيها بيطلع لك هون إنك أنت مسجل، تمام. هاي التفاصيل، عندنا هاي المهمة فتحت 24 الشهر، هيها فتحت 24 الشهر، بتقدر تضغط عليها تسجيل إذا بدك تنفذها، تنتهي بواحد 3 مثلا. إيش المتطلبات؟ بننزل لتحت، هيو. طبعا الآن نزلوا اللي هو الويكلي ريبورت، التقرير الأسبوعي اللي كانوا يعطونا فيه عليه قطع فضية، ويعطونا بطاقات البونس تشالنج. فالآن في مهمة على هذا، بهذا الخصوص، شو بمطلوب منك؟ أي محتوى يتعلق بالتقرير الأسبوعي، أي إشي بيتعلق فيها، تمام. ما يكون مدة المقطع أقل من 2 دقيقة، يعني 2 دقيقة وطلوع، وبتحط بالوصف هاي الهاشتاجات، هذا اللي طالبينه منك الفيديو هذا. تعمل له شير، تأخذ الرابط، سهل جدا، ما حدا بيستصعبها. تنسخ رابط الفيديو تبع المهمة، طبعا بتكون هون مسجل، انت ضغط تسجيل، انا هيا راح اضغط تسجيل، نعم، هاي انا سجلت بالمهمة، مطلوب مني اعملها. هيو هون شايفين ادخال عنوان فيديو اليو ار ال، اعمل هيك و بتحط اضافة. طبعا انا لانه هذا مش ناسخ انا رابط فيديو، تحط اضافة تأكيد، وهيك بتكون انت بعدت الرابط، وبيجيك تنبيه هون على التنبيهات. شوفوا هون مثلا، انا هيني سجلت بالمهمة، على فورا جاني تنبيه انه انت سجلت بالمهمة. عند المهمات القديمة شوفوا هون مثلا
الرابط اللي أنا بعته قيد، طبعا أجاني موافقة عليه، قيد المراجعة. أي رابط بتدخله بيتم مراجعته مانيوال، يعني مش أوتوماتيك، بيجي الأدمن بيتفرج على الفيديو بيعطيك الأوكي، وهيك أنت بتكون مشارك بالمهمة، تشوف إيش في مهمات أنت حاب تعملهم. أقل إشي معاك 3 مهمات شهرية. تمام يا شباب، الموضوع بسيط. ورح أترك رابط الديسكورد أيضا بالوصف حتى تدخل تتكلم مع الأدمنية إذا عندك أي سؤال. هذا كان الفيديو الشرح كيفية الانضمام لبرنامج مواهب ببجي. بتمنى يكون الفيديو مفيد. لا تنسى تعطيني لايك واشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو تاني إن شاء الله. السلام عليكم.